محمود بناني رئيس الجمعية التونسية لقيام حركة الطرقات القسري. اليوم نحن نشوف وقفة فزع، وقفة خوف أمام طبعا معناها الأرقام والمؤشرات الكثيرة اللي قاعدة تصم. مثلا اليوم إلى حدود 8 أكتوبر 2024 عدنا في القصرين 59 قتيل من جراء 194 حادث، خلفوا 322 معناها جريح. لفتة خطيرة أخرى اللي هي في القصرين عدنا 6 أطفال قتلى، من بينهم 4 مترجلين واثنين مرافقين. هذا من جملة 89 في تونس كل من الأطفال اللي هم تتراوح أعمارهم طبعا ما قبل المدرسة إلى حدود 16 سنة. الأسباب تبقى هي نفسها، معناها السهو وعدم الانتباه والسرعة وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لنا احنا طبعا الجمعية التونسية لقيام حركة الطرقات نرجعوا الأسباب إلى أسباب أخرى، ما هوش السائق فقط اللي يتحمل المسؤولية، معناها المشاكل والأشياء اللي وصلنا لها الفواجع هذه، ولكن أيضا الدولة يلزمها تكون مسؤولة، ومسؤولة أولى هي الشماعة، ولكن حقيقة الطريق متردية، حقيقة نوعية السيارات غير آمنة، والأسباب هذه معناها معروفة فيها عدة احتكارات ما نجموش ندخلوا فيها المسائل هذه. لكن طيحة الفزع اللي نحب نقولوها راهي فيها أيضا دواء، فيها أيضا إيجابيات، فيها أيضا ما يمكن من الإصلاح عبر استراتيجية وطنية نجم تعملها كل القطاعات بما فيهم الجمعيات بما فيهم البلديات، اللي هي رؤية خاصة للبنية التحتية والسرعات. البنية التحتية كما قلنا اللي هي متهرية، ولهنا ضروري جدا بالنسبة لنا احنا كجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات دفع نحو الشراكات بين البلديات وصندوق الوقاية من حوادث الطرقات. الصندوق هذا اللي منفي تماما، اللي هو خلق من أجل أنه يمول برامج السلامة على الطرقات، برامج السلامة المرورية. أنا ندعوها أن يدخل في شراكات مع البلديات في رصد منح، وهذه مهمته، مع شراكة بنسبة معينة مع البلديات 20 إلى 30%، اللي نعرف أن الصندوق هذا ينجم يوصل إلى تمويل كل بلدية وكل جمعية إلى حدود 150 ألف دينار. علاش لا البلديات ما تأخذش التنوير في هذا المجال، ما تأخذش الطرقات، ما تأخذش طبعا العلامات المرورية المفترقات. أيضا من بين الاستراتيجية الوطنية أنه النقل المتعدد الوسائط، واللي هو هنا نجم نحكو على العاملات الفلاحات، نستخدم أيضا مستعملي الطريق اللي لازم تكون ثم تشوير طرقات واضح. الطريق راهي تجدها على مستوى 200 كيلومتر سوداء داكنة تجيب حتى النوم هي في حد ذاتها. وضروري جدا ثم منظومة اللي هي ما نسموها نحن منظومة التدخلات بعد الحادث، واللي هي في بعض الأيام من هالعشرة أشهر حققنا فيها أصفار إيجابية. فمثلا يوم 16 مارس 2024 حققنا 0 قتيل، وهذا ناتج على التدخلات السريعة، وناتج على الاستعجال، وناتج على الحماية المدنية، وناتج على الدوريات، وناتج على حالة الطريق اللي هي كانت معناها فيها جليسيير مسوي، كانت فيها حاشية بشكل جيد. ولهنا دعوة إلى المرصد الوطني، دعوة إلى وزارة الداخلية أنها تغير هذا ما يسمى بالنقاط السوداء. النقاط السوداء اللي هي كمفهوم في المرور تسجيل حوادث خلال 5 سنوات على عدد 10 ضحايا فأكثر. ولهنا راهو ما عدنا في تونس الكل بهذا النظام كان 6 نقاط فقط، ولكن البقية هي نقاط سوداء بالنسبة لنا احنا كجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات. كل طرقاتنا نقاط سوداء ويلزم التدخل فيها بشكل عاجل وسريع، وراهو نبقوا دائما في الخدمة ودائما تحت شعار الحق في الحياة أولا. Thank you.